الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. بطلب وحث يعني من بعض الإخوة أنهم أرادوا أن نتحدث عن موضوع يعني جد مهم في حياة المسلمين وحدث كبير سيقع إن شاء الله في المستقبل، لا نعرف زمانه، لكن تقريبا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان وقوعه بإذن الله، وهو حديث المهدي المنتظر الذي ينتظره كل المسلمين بإذن الله. فالمهدي ليس يعني له اسم واحد، أي المهدي المنتظر أي هو المهدي، لكن اسمه محمد ابن عبد الله لما ورد في أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وصفه وأعطى عنه بعض الأوصاف حتى يعرفه الناس في آخر الزمان. يعني فهذه شخصية يعني إن شاء الله تكون عظيمة جدا، ويبعثها الله مخلصة للمسلمين وتخلص الناس من الظلم والجور الذي يتعرض له المسلمون إن شاء الله. إخواني الكرام، في هذا الفيديو سوف أتحدث بكل دقة بإذن الله، لأن هناك أشياء قد خفيت عن المسلمين كثيرا، وهناك أشياء لا يعلمها الكثير، ربما توظف لمصالح شخصية لأناس آخرين. المهدي له أسماء أخرى، يعني مثلا لقب بصاحب الزمان ولقب بالقائم، يعني شخص من أهل البيت، هو شخص من أهل البيت يعده الله في ليلة. كيف ذلك؟ شخص ملتزم، شخص طيب، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا له، من أوصافه أنه دقيق الأنف، أنفه طويل، وأعطى عنه أيضا أوصاف بأن شعره في المقدمة خفيف، ليس له يعني شعره خفيف جدا في المقدمة. هذه من بين صفات الإمام المهدي. له علامات أخرى، يعني أنه يعني ليس طويل وليس قصير، يعني وعريض الجبهة، أي جبهته عريضة، لما يقارب من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أحفاد الرسول وهو من نسل فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، إذن هو يعتبر حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص سيظهر فجأة ويعده الله كما قلت لكم ليخلص المسلمين ويجمعهم بنفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى. كيف سيكون هذا الحدث العظيم؟ الحدث العظيم هذا الذي سيقع، كل ذكي في هذا الزمان يعرف أنه ربما قد قرب، لما أشار إليه الله سبحانه وتعالى وأشار إليه نبيه الكريم من دلالات وعلامات قد حدثت وانقضت، يعني تقريبا الصغرى تقريبا نقول أنها كلها انقضت. وأكبر ومن أكثر العلامات الظاهرة أن الأرض ملئت ظلما وجورا، ومن العلامات الأخرى الظاهرة ما يوجد في سوريا اليوم، ما يوجد في سوريا اليوم وسبب طول هذه الحرب وغيرها من الأشياء. لهذا فأنا قلت لكم من أول الفيديو أن هناك كثير من العلماء لا يريدون أن يتكلموا في هذا حول هذا الموضوع. لماذا؟ لأغراض شخصية. هذا الشخص سيظهر وقت حجة، سيكون وقت صلاة مغرب، سيراه الناس يدعو الله لأن قلبه طيب، ويكون الله قد أعده ولقنه من علمه وآتاه من لدنه رحمة، فيراه الكثير من الناس يعني عند الكعبة يبكي ويرجو من الله أن يصلح حال المسلمين ويدعو لإخوانه المسلمين. وفي ذلك الوقت والأثناء يكون هناك خليفة في المملكة العربية وفي الجزيرة العربية قد توفي وله أبناء يقتتلون عن العرش. فهمتم إخواني أم لا؟ فمن شاء ومن كان ذكيا فليفهم كل هذا. يقتتلون عن العرش، وتكون طائفتين من المسلمين يتقاتلان قتالا شديدا. فالناس كما تعلمون إخواني ومن بوادرها أن الناس ملت من سياسات العرب ومن ما يتخذ ضدها ومن الطرق الممنهجة وغيرها. فهمتم أم لا؟ فمثلا أعطيكم على سبيل المثال حتى نخرج عن الموضوع بعض الشيء، لماذا يعني بعض أو أغلب تقريبا الأماكن العربية ترفض تعدد الزوجات؟ لأنها ليست يعني يكرهون أو حقوق مرأة أو غير، لا لا بالعكس، لأنهم يعني ناس تخطط لمئات السنين مثلا حتى لا يكثر نسل المسلمين، والله أعلم، لا علينا في كل هذا. المهم يبايعه الناس فينطق الناس، وهذا يكون عن طريق نفحة من نفحات الله،
فيبايع مكرها فيهرب لا يريد لا فيهرب يعني حتى يكون بين الركن والمقام كما يقال. يعني الحديث غير واضح صحيح، هناك من يقول في المدينة وهناك من يقول في مكة، فيبايع مكرها لكن سيكون له يعني أنصار كثيرون من المسلمين يعدهم الله ويهيئهم قبل خروجه بفترة. فهمتم أم لا إخواني الكرام؟ لذلك أنتم ما ترونه إن شاء الله ويراه غيركم وأولادكم أو أحفادكم إن شاء الله من رؤى وغيرها فهي من المبشرات إخواني. الصالحون قد أصبحوا نادرون في هذا الزمان لكن من المبشرات هذه كلها، التي تدعو إلى الصبر وتدعو إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فالذكي يربط الأحداث ببعضها فسيعلم الحق. وسأعطيكم دلالات من إن شاء الله مما تشاهدونه اليوم في الواقع. كما قلت لكم يبايع هذا الرجل ويبدأ جيشه، يبدأ يكون جيشه ويصلح بين الطائفتين هذه التي تقاتلتا، طائفة من المسلمين وكذا وكذا، ويكون مع الطائفة المظلومة، ويبدأ الناس يعني بسماع صيته كما تعلمون الآن، والإعلام وغيره يبدأ بسماع صيته. هناك من سيكون كاره لهذا الشيء وهناك من سيكون مؤيد، وستزحف له إن شاء الله يعني جيوش كثيرة من المسلمين لنصرته، ويبدأ إن شاء الله يعني ببث دعوته وإقامة العدل في الأرض. ثم يقال أنه يذهب يعني في تلك الأثناء إلى المدينة المنورة، مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هناك يبدأ يتمركز وإعداد الجيوش وغيرها، يعني تمركزت الجيوش ويبدأ بإصلاح المملكة العربية بإذن الله، أي أنه يكون محاكمها. تكونت الجيوش بإذن الله، ويقال بعدها أنه سوف يخرج إلى العراق وسوريا، سيخرج إلى الشام بصفة عامة ويبدأ في نصرة دين الإسلام. لكن قبل هذا ستخرج له طوائف من الإسلام ليحاربونه، أي طوائف يقولون أننا مسلمون لكن هم ليسوا بمسلمين، سيحاربونه. سيحدث الله سبحانه وتعالى فيهم أمرا. ما هو هذا الأمر؟ أن الله سبحانه وتعالى سيخسف بأولهم وآخرهم الأرض ويترك منهم الأوسطين، أي الأشرار، أشرارهم حتى يحدثوا بما حدث لتكون عبرة ويقتنع وتكون دلالة، ليزيد الله سبحانه وتعالى من تمكين الإمام المهدي وإكثار جيشه بإذن الله. لكن هناك أحاديث تقول عن أعداد الجيش وغيرها فلا نتخذها سندا صحيحا. إذن يخسف بهم الله الأرض ويبدأ المهدي يعني في الزحف في تلك الأثناء، فيخرج إليه جيش من الشام وجيش من اليمن يقال لهم بأصحاب الرايات السود، لكن هذا أيضا يعتبر من الضعف. وهناك من يقول بأصحاب الرايات الصفر، أي أنهم جيش من المغرب والجزائر، رجال عاهدوا الله على ما صدقوا، يعني إن شاء الله يكونوا منهم من المغرب يعني ومصر، وإن شاء الله من تونس ويعني من موريتانيا، رجال يعني الله سبحانه وتعالى يدخرهم ليوم مثل هذا. فيكبر جيش المهدي بإذن الله وستبدأ الفتنة في العراق. في العراق سينصره جيش كثير جدا، حتى الطوائف مثل الشيعة وغيرهم سيقتنعون بأنه الإمام المهدي وسيكونون في صفه. إما أن تسلم فستسلم، إذا أسلمت فستسلم بإذن الله، مثل ما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ بدخول سوريا، سيدخل لسوريا لما ملئت فيه من ظلم وقتل وخراب، فيتحد يعني طائفتين لا تفهم ملتهم ماذا تكون، نصارى يهود أو غيره، يتحدوا ويقال أنهم أهل روسيا وأهل الصين يتحدون مع حاكم سوريا ليقاتلوا المهدي، ويجهزون جيشا عظيما من المرتزقة لمحاربة الإمام المهدي عليه إن شاء الله أفضل سلام وأفضل تحية بإذن الله وربنا يلحقنا به. تعد له طائفة عظيمة جدا من المرتزقة وحتى من العرب كثيرة جدا ستحاربه وتقاتله. آنذاك يظهر شخص يقال له بالسفياني أو آكل الأكباد. من هو السفياني؟ هو من نسل أبي سفيان ومن نسل هند التي أكلت كبد يعني سيدنا حمزة سيد الشهداء. فهمتم واضح إلى الحد الآن أم لا إخواني؟ لكن ستقع، لن تقع ملحمة بينهم، ستقع هدنة، ستقع هدنة. في هذه الهدنة سيأتي النصارى أصحاب الصليب
ويؤيدون المهدي على حرب هذا العدو، العدو الروسي والصيني، ربما يعني وسيؤيدونهم أي الأمريكان وغيرهم ما يظهر اليوم، ويؤيدونهم ويقاتلون في صفهم. فهمتم إخواني أم لا؟ وتكون ملحمة عظيمة جدا. في تلك الأثناء يدخلون إلى أرض إيران ويأخذون منها ناس يعني تسلم لهم وتدخل في دين الإسلام. عندما ينتصرون على هذا العدو ويفتحون سوريا بإذن الله يعني وتحرر وتعاد الناس لأماكنها ويعم فيها العدل والأمن وكله ظاهر إن شاء الله الآن، أشار النبي في حديث على منارة بيضاء في دمشق وهي إلى حد الآن موجودة تقريبا، يعني علامات لم يريدونكم أن تعلموها. وأعلم أن هذا الفيديو ربما سيعمل يفعل كثير من الأشياء ويعني تكون وراءه ردود كثيرة، لكن أنا أقول والله سبحانه وتعالى حسيبي عما أقول. إذن كما قلت لكم ينتصر الروم بالاشتراك مع المسلمين، فيخرج رجل من الروم يحمل الصليب فيقول انتصر الصليب، فيغار المسلمون أو يخرج رجل منهم يقول انتصر الإسلام والمسلمين، الله أكبر الله أكبر كبيرة يعني، فتقع بينهم مناوشة، يبادر النصراني هذا بقطع رأس المسلم، فيعني يقوم المسلمون بالحمية ويقاتلوا ذلك الرومي ويقتلونه يعني، وتكون بينهم بوادر المعركة الفاصلة أي المعركة الطاحنة، المعركة الدموية الدامية، وهي أقوى تقريبا معركة ستوجد على وجه هذه الأرض، وموجودة في التوراة والإنجيل ما يقال لها أرماجيدون أو أرماجيدون، معركة الملحمة أرماجيدون تكون بين المسلمين والروم. وهذه الروم ينضاف إليها يعني تقريبا اليهود ينضافون إليها، وتكون ملحمة عظيمة جدا، ويجهزون جيشا يعني قتال سيكون عنيف جدا جدا جدا. لكن لم أقول لكم شيء أن فترة حكم المهدي من فترة مبايعته إلى فترة يعني استشهاده بإذن الله من 7 إلى 9 سنوات تكون، كل هذا يحدث في تلك الفترة، ودلالات قريبة جدا. إذن يحشدون ما شاء الله ويبدأون في القتال، يقاتلون اليوم الأول يعني لا تكون خسائر كبيرة، يقاتلون اليوم الثاني لا تكون، يقاتلون اليوم الثالث، فيرى النصارى ما يفعله يعني ما يفعله المسلمون من طيب خاطر وحب لبعضهم و يعني الحب والألفة بينهم وأنهم لا يخافون في الله شيء، فينشق كثير كثير جدا من الروم وينضافون إلى صف المسلمين. فيخرج ملك الروم يطالب المهدي عليه السلام بأن يرجع إليه هؤلاء الذين ارتدوا عن النصرانية أو المسيحية، فيقول له المهدي والله والذي بيدي بنفسه لأسلمنهم إليك، يعني لن أسلمهم ما داموا دخلوا للإسلام فهم ينعمون مع إخوانهم. في هذه الأثناء هناك ضعاف القلوب كما تعرفون إخواني، ويكون السفهاء ينشقون ويرتدون عن الإسلام ويكونون مع جيش النصارى لما سيرونه من هيبة وكثرة جيش وعتاد. فهمتم أم لا؟ يعني المنافقون سيرتدون، لن يكون لهم مغفرة ولا توبة إلى يوم يبعثون، والله وليهم يوم القيامة سيحاسبهم حسابا عسيرا. في اليوم الثالث كما قلت لكم إخواني تبدأ الملحمة، يعني ملحمة عظيمة جدا جدا جدا، يقتل فيها أو يستشهد فيها ثلث ذلك الجيش المسلم، وهذا الثلث هو أفضل ما أنجبت هذه الأرض من الشهداء بإذن الله في ذلك الزمان، ومن أفضل شهداء على وجه الأرض يستشهدون في سبيل الله. في اليوم الثاني تكون بعض الخسائر أيضا، لكن كله في سبيل الله. وفي اليوم الثالث يبدأ المسلمون يعني بالدعاء ويلحون في الدعاء عن الله فينصرهم الله، ربما يؤيدهم بملائكة ربما لا أعلم بالضبط، فينتصرون نصرا عظيما، فيبدأ المسلمون يعني فيبدأ النصارى بالتراجع. في تلك الأثناء عندما قلت لكم في العراق وغيرها فإنهم سيدخلون إلى أماكن منها تركيا ومنها إيطاليا روما، حتى أشرح لكم بلغة العصر.
تكون مفتوحة بإذن الله بعد أن ينتصروا على هذا الجيش. من هناك ينتصر المسلمون بإذن الله، لكن في هذه الملحمة سيكون الدم يصل إلى فخذ الجندي، إلى الفخذ الدم، وتكون روائح والعياذ بالله إلى أن يسقط منها الطير، الطير يكون مار في السماء يسقط من قوة تلك الملحمة. يستشهد كثير، يعني كثير من الأرواح الطيبة ستؤخذ، كثير ما سيبشر به الناس في الدنيا وما يبشر به الله حور العين، يعني يستعدون ويستعدون لزفات يعني أزواجهم القادمين إليهم بإذن الله. فهنيئا لكل من حتى نوى في قلبه أن يكون صفا للإمام المهدي. إذن قلت لكم هذا، يتغلب المسلمون ثم يبدأون بالزحف نحو النصارى أو الروم، يزحفون نحوهم إلى أن يصلوا إلى بيت المقدس، هم هاربون إلى أن يصلوا إلى بيت المقدس إخواني، فيدخلون أماكن كثيرة ويحررونها وتحرر الأقصى، فيتخذ الإمام المهدي عليه السلام يعني فلسطين أو بيت المقدس، يستقذها يعني عاصمة للمسلمين آنذاك، وقبلها يكون يحث المال حثا لن يبقى فقير، ويحكم بالعدل ويملأ الأرض عدلا، يعني يملأها عدلا وحبا وإحسان للناس كما ملئت في هذا الزمان ظلما وجورا. لكن دائما تأكدوا أن الأشرار سيبقون، لأنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لا تبقى لهم حجة يوم القيامة ولا يكذبوا أبدا على الله، لأنهم لا يستطيعون. يتخذهم بإذن الله، يتخذهم بإذن الله يعني، ويتخذوا المسجد الأقصى كما قلت لكم وفلسطين خاصة عاصمة للمسلمين، ومنها سيبدأ في الفتوحات، سيتوجه إلى تركيا، فتركيا بوجود دخولهم سيقولون الله أكبر الله أكبر، يكبرون، تفتح بالتكبير ويسقط جدارين في تركيا، لكن سيجدون مسالمة كبيرة لأن الشعب التركي إخوة ومسلمون بإذن الله، سيجدون ترحيبا وليا في القلوب، وتفتح لهم بإذن الله. مع العلم أن من جيش المهدي يعني طوائف كثيرة وملل كثيرة يعني تدخل للإسلام، ومسلمون كثيرون من كل أنحاء العالم سيكونون في صفه، هذا عبد ضعيف من عباد الله. ثم سيدخلون روما أي إيطاليا، وتفتح أيضا سلما بالتكبير، تفتح وتفتح عديد الأماكن. لكن قبل في الملحمة الأخيرة، قبل ما أذكر لكم شيء، أن هناك منادي سينادي ويخرج له يعني ناس، يعني هو من فعل الشيطان، ويقول أن المسيح الدجال قد خرج، فيخرج له 10 فرسان يبعثهم المهدي حتى يتأكدوا من الأمر وكذا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعرفنهم وأعرف حتى ألوان خيولهم، أي ويعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، فهنيئا لهؤلاء 10. ماذا سنقول أيضا؟ استغفر الله وأتوب إليه. هذا هو. ويقال عندما يخرج المسيح الدجال، عندما يخرج ويتأكد المسلمون من الخبر، سيتجمعون يعني لصلاة، ربما يقال الصبح، وهناك من يقول صلاة العشاء، سيتجمعون في المسجد الأقصى، ليس في منارة يعني في سوريا، لكن في المسجد الأقصى. ويقال يعني أكثر الأحاديث تقول أنه في صلاة الصبح، ففي تلك اللحظة سبحان الله يأمر الله بنزول سيدنا عيسى، أي يأمر بنزول المسيح، وعندما ينزل المسيح يعني يكون شعره طويل ويكون هكذا يعني بكل احترام للمسلمين شخص، وفيه ريح الجنة، وشعره يعني يلمع كأنه شخص وضع الزيت على شعره، يكون يعني الإمام المهدي بصدد التكبير لإقامة الصلاة. يتأخر الإمام المهدي يعني احتراما للسيد المسيح، احتراما لسيدنا عيسى، ليصلي بهم، فيربت يعني المسيح ويقول له كلمة واحدة: أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، ويتخذ مكانه مع الناس في صف من الصفوف المسيح يعني، ويصلي بهم. وإن شاء الله يعني بعدها ستبدأ الملحمة الأخرى، وهي قتال المسيح الدجال الذي سيقتله سيدنا عيسى، سنتحدث عنه كيف سيكون هذا القتال. ومن بعدها يلاقي الإمام المهدي ربه سبحان الله، يعني سيلاقي ربه وتحزن عنه المسلمون، ومن بعدها يعني توجد الدابة التي تكلم الناس، ومن بعدها يعني
سيكون خروج ليأجوج ومأجوج ونجوء المسلمين الذين سيكون مع سيدنا عيسى الثابتون وسينتصرون يعني عنهم بفضل الله. أي الله سوف يبعث عنهم يعني يعني الريح والماء كما يقال والنار وغيرها، لا يعني الحديث ليس عندي يعني متأكد، ويموت يعني ثم يأمر الله يعني الماء أن يأخذهم يعني، فهمتم أم لا؟ وتكون يعني 40 سنة مع سيدنا عيسى في كل رخاء، ولا تقوم الساعة كما يقال حتى يبيت الرجلين تحت قحف رمان، أي قحف الرمان نصف رمانة يبيت تحته الرجلين يعني من كبرها وعظمها، فتكون المسلمون في أرغد العيش. ومن بعدها يعني تشرق الشمس من مغربها، لكن أحداث كثيرة تقع، ويعني الله سبحانه وتعالى يميت سيدنا عيسى يأمره، وتأتي الريح الطيبة وتأخذ كل من له يعني نفحة طيبة، وقبلها تقع أحداث يعني هدم الكعبة الذي سيهدمها الحبشي هذا، وتكون فتنة كبيرة جدا قبلها، لكن أحداث كثيرة. لكن أنا اختصرت لكم حديث المهدي، من هو المهدي وكيف سيقاتل ويعني كيف سيلقى ربه، فهنيئا لكل من سينصره ومن سيكون في صفه، وكل ذكي يعلم جيدا أنها بوادر يعني ما نراه الآن أنها بوادر قروب خروجه، لأن أغلب العلامات الصغرى تقريبا انقضت. قصر أحمد في مكة ظهر، الظلم ظاهر، طوال الحرب في سوريا يعني من فترة سنوات ظاهر، ما يعانيه المسلمون ظاهر، ما يفعل يعني أشياء غريبة، يعني الكاسيات العاريات ظهروا، يعني الإمام الظالم ظهر، الحاكم الذي يظلم شعبه ظهر، الفتن ظهرت، يعني تحريف وما قاله الله يعني ويعني يوظفونه لصالحهم ظاهر، تطاول البنيان ظاهر، ظهور الساعة في مكة ظاهر، ظهور بعض الناس الذين لهم كرامات في هذا الزمان بدأ يظهر الحمد لله، كثرة الفتن، كثرة الرؤى، يعني أحداث كثيرة جدا. لا تقوم الساعة حتى تلد الأمة مرضعتها، والله شهدته بعيني أنها تضرب أمها، يعني وأنا كنت لو تدخلت وضربتها سأسجن أنا في تلك الوقت، لكن الحمد لله لم يقع شيء. يعني كثير من الأشياء، يعني الفواحش، اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، عزوف الشباب عن الزواج، كلها علامات الهرج، يعني القتل، ظهور الرويبضة. الرويبضة من هو؟ رجل تافه يتحدث في أمور العامة، وها هو ظهر اليوم يعني لا مستوى لا دين لا أخلاق، ويتحدث عن أمر شعب كامل أو باسم شعب كامل ويقول لك أنا كذا وكذا كذا، كله ظاهر. السفياني تقريبا لدقيق الملاحظة سيعرف أنه ظهر، لكن أنا سأجد انتقادات على هذا الفيديو، لكن قلت ما يرضي ضميري وما يرضي الله بإذن الله. فاللهم أشهد إني بلغت والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام لي ولكم إخواني الكرام. ليس كل شيء تفسير أحلام إخواني، فقط دائما أدعوكم إلى الثقة بالله والتيقن التام بأن رزقك سيدركك كما تدركك الموت. تأكد من هذا يا أخي المسلم، أن رزقك حتى النصراني والمسيحي وغير وغير رزقك سيدركك كما تدركك الموت، لن تموت إلا وأنت مستوفي رزقك، وإذا كان الموت فيه راحة يعني فخير، نستبشر بها لا نحزن عنها، لكن لا نتمناها إخواني. عدم القنوط، اليقين بالله بأن هناك فرج. لماذا الله يريكم إخواني منامات كلها تبشر بفرج، ويعني وترون النساء يعني يرون الزوج الصالح وكذا، لأن الله سيجمع أمر المسلمين ويعوضهم على ما فات، تعويض رحمة منه وعدل منه، لأنها رحمة لأنها لا يرضى لعباده الشقاء، ويعني عدل منه لأنه يوم القيامة سيقول لا ظلم اليوم، سيقول لا ظلم اليوم، وسيسأل نفسه ويجيب لمن الملك اليوم، لمن الملك، ويجيب نفسه للواحد القهار، لأنه لتبقى لنا أي حجة على أنفسنا، يعطينا ويعطينا ويبشرنا ويرزقنا. ما هو عملنا؟ الله أعلم كيف سيكون أو أين سنكون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال أخاف مكر الله، عندما يقول له الصبيان وهو حاكم، يعني ليس حاكم دولة كما ترون اليوم، بل حاكم أمير مؤمنين، أي حكم السعودية واليمن والشام وفلسطين يعني وغيرها والعراق، وكلهم كانوا تحت إمرته. يأتيه صبيان يلعبون في الشارع ويقولونه اتق الله يا عمر، فتفيض عيناه دمعا.
اعرفوا إخواني مقام هؤلاء الرجال، واعرفوا أنتم أيضا مقامكم. فمن كان يريد يعني جنة عرضها السماوات والأرض فليتق الله فقط، الله لم يطالبك بأكثر من هذا، فليتق الله وليقول كلمة حق ربما تشفع له يوم الدين. هذا هو إخواني، سهل جدا بإذن الله. أنا أرى أن كل الأمور بسيطة وكل الأمور طيبة، لكن دائما تأكدوا أن يعني أعداء الله في كل مكان، المرضى في كل مكان، هؤلاء ندعو لهم بالشفاء، لكن الحاقدون موجودون، ربنا يهديهم، يعني قولوا كلمة طيبة. فالحقد والبغضاء والكراهية لن تولد إلا شيئا واحد وهو العداوات. فنرجو من الله، نحن كمسلمون وإخوة نرجو أن يسلم الجميع وأن ينجو الجميع من نار جهنم، لأنكم إخواني لا تتمنوا شيئا لشخص إلا والله سيعطيك بمثله وأضعافا، فتمنوا الخير لبعضكم ليعطيكم الله أضعافا مضاعفة. الحقد والبغضاء لن يولد شيئا إلا الكراهية. إذن ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوفنا وأن ينصرنا نصرا عظيما وأن يريكم ما يسركم إخواني الكرام جميعا. إلى هنا لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.